بلعبه المبدع أشعل قلوب مشجعي كرة القدم حماساً وتفاؤلاً، حاصد الجوائز ومحقق الانتصارات الكابتن خالد عفارة. فريق الوحدة سيمثل في مباراة اليوم، في المرمى محمود علي عبدو، في الدفاع ياسين محمود، هاني عبد الكريم، خالد عبدو عفارة، وإيهاب عفارة. في سن الطفولة تعلق حبه بكرة القدم كالكثير من أقرانه، لكنه لم يدرك يوما أنه سيصبح نجما كرويا ليس فقط على مستوى مدينة عدن وإنما على مستوى اليمن. الكابتن خالد عفارة نجم المنتخب الوطني ومحقق الانتصارات الكروية. تقدم الأوبلي والأحمدي، بدايتي الرياضيه بديت كاي لاعب يعني بالحاره ثم المدرسه والتحقت في نادي الوحده. حبي واهتمامي كان كله في كره القدم، وفي من عائله رياضيه يعني ابتداء من جلال وإيهاب كلهم لعبوا نادي الوحده، وكنت يعني العب امارس يعني احب كره القدم، ولعبت كره القدم مع زملائي في الحاره والمدرسه وانضميت لنادي الوحده حتى التحق في نادي الوحده حتى اكون زي جلال وإيهاب يعني سوا اخوان يعني اثنين. لقب خالد عفارة بوزير دفاع المنتخبات الوطنية لعقود من الزمن قبل وبعد الوحدة الوطنية، مكانة استحقها بفضل أدائه المتألق وحضوره الفاعل على ملاعب أشعل فيها روحه قبل جسده. الوحدة سيمثل في مباراة اليوم، في المرمى محمود علي عبدو، في الدفاع ياسين محمود، هاني عبد الكريم، خالد عبدو عفارة، وإيهاب عفارة. في الوسط كابتن الفريق الأحمدي والرقيبي محمد عبد الرقيب، ثم نوف الحسن، عبد الله هادي محمد، مشتاق محمد سعد، وصلاح سالم. في التلال بيمثلوا في مباراة اليوم، في المرمى إبراهيم عبد الرحمن. سعيد جدا بحياتي الرياضية الحمد لله، شاركت مع المنتخب الوطني ولعبت ضد منتخبات، سافرت يعني الحمد لله، و يعني كرة القدم تعرفك على دول، تعرفك على ناس ومنتخبات، هذا شيء سعيد يعني جدا. يعني كرة القدم يعني أعطتنا السعادة إنه أكون أسافر وألعب مباريات ومثل وطني ومثل ذا، هذه محطات يعني أنا الحمد لله سعيد جدا إنه أصبحت لاعب كرة قدم. احترف لفترة في نادي سور اللبناني، وكانت تجربة جديدة أضافت الكثير على سابقاتها في عالم خالد عفارة الكروي، فالتقاء لاعبين من جنسية مختلفة يضفي على الرياضة متعة أكبر وتفاعلا أجمل. بالنسبة لاحترافي في نادي تضامن سور، الحمد لله يعني مثلت نادي تضامن سور 3 مواسم لعبت معاهم هناك، الحمد لله يعني بلاد جميله، ناس طيبين، حياه حلوه يعني، قرأت الاحتراف وشفت المعامله الجيده لهم، ناس يحبوا يعني يقدروا الكره اليمنيه، يحبوا اليمنيين، وهذا الحمد لله يعني برضه من ضمن انجازات يعني الاحتراف في لبنان، مثلنا الوطن، اعتبرنا الكره اليمنيه فيها لاعبين يقدروا يلعبوا في دول ثانيه يحترفوا، وهذا شيء يعني ممتاز. الكرة اليمنية واللاعبين اليمنيين. الجمهور حضورا هو جمهور التلال، لكن برضو الميناء ايضا كان له جمهور حضر. لعب لأندية كبيرة مثل التلال ووحدة عدن ووحدة صنعاء والمنتخب الوطني الأول خلال الفترة من العام 1993 وحتى العام 2006، واعتزل كرة القدم عام 2008 بعد مباراة جمعت منتخبي اليمن والسنغال قبيل خليج 20 بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من 18 عاما خاض خلالها أكثر من 70 مباراة دولية. حققنا يعني إنجازات فيها من في الرياضة، حققنا دوري وكأس جمهورية النادي الوحدة، منتخب وطني يعني لعبنا ضد المنتخبات وفزنا ضد المنتخبات، الحمد لله يعني سعيد جدا انه كنت لاعب منتخب وحققت انتصارات على دول الامارات، على يعني دول كثيره، امارات، باكستان، اردن، في مباريات كثيره حققنا الفوز فيها. وتسجل الهدف، هدف المباراه الاول بين ضربه الجزاء لفريق الوحده عن
فريق اللاعب خالد عفارة. وعن عطائه الكروي، يبدي الكابتن خالد عفارة سعادة كبيرة بما حقق من الانتصارات للمنتخب الوطني ولنادي الوحدة في عدن الذي التحق به ولا زال يمارس مهاما إدارية فيه حتى اللحظة. لفريق الوحدة، لجمهوره وقيادته وقواعده العريضة، الفوز ببطولة الكأس وحظا أوفر لفريق التلال الذي لعب على النهائي هذا الموسم وقدم عروضا طيبة في مباريات كأس الجمهورية، وحظا أوفر لكل الفرق التي شاركت في البطولة في مناسبات قادمة. الرياضة هي تفرح الناس، يعني تنسي الناس الهموم، طالما موجود في رياضة الشباب، لأنه فترات هذا جزء من 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 حياتنا اليومية. الرياضة لازم يكون الشاب اليمني أو ده لازم يمارس كرة القدم، يكون نشاط رياضي مهم، جزء في الحياة، جزء مهم في الدنيا إن شاء الله. أنا لا متواجد في نادي الوحدة، مدير الكرة في نادي الوحدة، والحمد لله يعني عندنا فريق ممتاز، وإن شاء الله القادم يكون أحسن ويظهر نادي الوحدة أحسن ويحقق بطولات إن شاء الله. والحمد لله معانا ناس في الرياضة برضو ممتازين، يسهلوا اللاعب أي مشكلة له بالنسبة للوظيفة أو السكن أو ذا، ما يعني متعاونين جدا معنا الوزارة ولا من الوزير للرئيس حتى. كمدرب في نادي التلال، يرى الكابتن خالد عفارة أن أداء المنتخب الوطني تحسن كثيرا، ويصف مشاركته الأخيرة في خليجي 23 بالمتميزة، مثمنا دور الجهات التي كانت سببا في هذا التميز. شاركنا الآن يمكن 4-5 مشاركات، 4 مشاركات، الحمد لله الصيت تمام وشبابنا ممتازين. كرة يمنية بدأت تظهر الآن على مستوى الخليج، على مستوى الله، أنه في كرة يمنية ممتازة وجيدة. الآن بانت الكرة اليمنية في على مستوى الوطن العربي، الآن أحس أن المنتخبات الآن هي الآن من تشارك وهي من تأدي المستوى الممتاز. أكثر الناس أشادوا بالكرة اليمنية، فيها مواهب، فيها مستويات ممتازة، وهذا الشيء يسعدنا. من شيء لا شيء إن شاء الله بنتحسن ونأدي نتائج يعني إن شاء الله. هي فارق الإمكانيات يعني فارق ده، لكن الحمد لله الكرة اليمنية بخير. كل ما رحت شاركت برا حصلت المدح، وحصلت لأنه الفكر اليمني والناشئ اليمني عنده موهبة أحسن، يعني يحس إنه القادم أحسن إن شاء الله يكون.